توجه بالشكر الجزيل إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه على طرح هذه المبادرات الإسكانية الكبيرة في هذا الملف الذي يؤرق كل بحريني، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب راعي الحفل على تدشينه اليوم إلى مشروع مهم وحيوي وهو مشروع شرق مدينة سترة. ونشكر طبعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظ الله ورعاه رئيس الحكومة الذي يولي وعلى الدوام الملف الإسكاني أهمية بالغة. طبيعة الحال هذا الملف الذي يؤرق كل بحريني والذي أيضا يشكل أهم الملفات التي تقع في صدارة عمل وإنجاز المجلس، وكذلك أحد أهم الملفات التي توافقنا مع الحكومة الموقرة في برنامج عمل الحكومة على تنفيذها خلال 4 سنوات القادمة. نتقدم بالشكر لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ولنائب راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، وكذلك الشكر موصول للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان وما تفضل به سعادة وزير الإسكان اليوم من توزيع شهادات أيضا للمستحقين. تالي هذا مشروع حضاري راقي جدا في أن تمثل مدينة في جزيرة سترة، وجزيرة سترة لها تاريخها وتعتبر المدينة امتدادا لذلك التاريخ. يعني هذه فرحة كل مواطن وبهذه اللفتة المسؤولة، فنتمنى إلى كل المواطنين أن يكونون في هذا اليوم فعلا فرح، يعني أكيد يعني لأن انتظار طويل، بعد هالانتظار هذا جت هاللفتة الكريمة يعني، فإحنا إن شاء الله يعني نكون مسرورين بهذه الخطوة. يعني أشكر كل من ساهم في إعطانا هذا البيت خصوصا القيادة الرشيدة على هذا المشروع اللي وش أقول لك، يعني بيغطي مساحة كبيرة وأوادم واجد يعني بيعطيهم بيوت، والحمد لله وإن شاء الله من هذا الأحسن والبحرين عالية إن شاء الله. فرحون كلش يعني بصراحة، مستانس من الفرحة والحمد لله، ونشكر جميع الحكومة والمعنية اللي سوت لنا هذا الشيء، ونشكر وزارة الإسكان. أشكر كل من قام بهذه الجهود الطيبة وجزاها الله ألف خير، وإحنا البارح يعني جاتنا الفرحة يوم اللي جانا التلفون أن يعني حياك الموقع علشان تم إدراج اسمك مع القائمة حق المستفيدين من الوحدة السكنية، ودائما احنا نشكر الجهات المعنية والحكومة، والله يطول إن شاء الله أعمار كل من قام بهالواجب هذه. أشكر الحكومة وأشكر العائلة الحاكمة وأشكر الكل يعني على هذا، وصراحة شعور لا يوصف. أشكر القيادة الكريمة على تفضلهم بإقامة هذا الحفل بمناسبة تسليم شهادات الوحدات السكنية. صراحة نشكر جلالة الملك أطال الله في عمره إن شاء الله، ورئيس الوزراء والحكومة الرشيدة إن شاء الله بمناسبة المشروع، فنتمنى إن شاء الله إلى الأفضل إن شاء الله. ما قصر اللي هو ولي العهد ويا الملك، نشكر على الجهود هذه يعني ما قصر الحمد لله، فنتمنى إن شاء الله بعد أزيد وأزيد من جهود من اللي هي من الدولة توفرها لحق المواطن. نشكرهم على الجهود اللي قاعدة تسويها الحكومة. يعني أولا أشكر في هذه المناسبة أشكر القيادة الرشيدة على حرصهم بإعطاء واهتمامهم بالمواطنين. أشكر بالخاص إلى سمو ولي العهد بتفضله بحط حجر الأساس في هذا المشروع